هذا الأثير الطيب، أثير تلفزيون فلسطين الذي أعتز به أيام اعتزاز. أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير عليكم وعلى فلسطين وعلى كل الشعب الفلسطيني الحبيب. يسعد صباحك وصباح الأردن الحبيب كمان وعمان. يمكن أحكي اللقاء هذا هو أكثر لقاء شوق ودردشة أكثر ما هو لقاء إعلامي. بدنا نخرج من جو التلفزيون وممكن نحكي التقنيات الجامدة بدردشة صباحية بحب وبمحبة. صحيح، خاصة وأنه يعني أنا من متعود أن أستضيف الناس، لكن أنا أكون مستضاف هذه حالة مختلفة أعانني الله عليها. وهذا اللي إحنا مبسوطين. وبعدين مذيعين كمان. يخليك ربي. أنت بالنسبة لنا عراب كبير، وكمان نقتدي فيك وبأدائك ككبير للإعلاميين الأردنيين وأيضا مدير البرامج التربوية حاليا في التلفزيون الأردني. قبل ما نحكي أكثر بالتفاصيل العمل، بدنا نحكي عن زيارة فلسطين وكديش إلها طابع إلك، وخاصة أنه مش أول مرة. نعم، الحقيقة زيارة فلسطين تندرج تحت إطار استمرار التواصل ما بين غربي النهر وشرقه، وهذا التواصل قديم وأزلي ومستمر ونحرص عليه كل الحرص وفي كل المواقع من أعلى المستويات إلى أبسط المستويات. وفي الأردن نحرص دائما على أن نكون هنا مع الإخوة في كل مراحل وتشكيلات حياتهم وانفعالاتهم. التواصل وجداني انفعالي نفسي قائم على أساس الحب والاحترام والقيم المضافة لكل ما يخص عملنا نحن كإعلاميين. بمعنى فلسطين اسم كبير في الطاقات وفي الإبداع وفي الشعراء والأدب والثقافة وكذلك الإعلام. نحن نستفيد من الكفاءات المتميزة في الإعلام الفلسطيني من خلال تبادل الخبرات معهم، نتزود ونحاول أيضا أن نزيد ونضيف في الإعلام الفلسطيني من خلال هذا التواصل المستمر. فهي الزيارات لا تنقطع أبدا ولا يمكن أن تكون لمرة واحدة أو لمرتين. حتى على الصعيد النفسي الانفعالي لا يمكن لك أن تكون وتزور فلسطين مرة واحدة ولا تزورها مرات. أنت تعرف حجم الاشتياق القديم الجديد المتجدد، يعني هذه فلسطين بصراحة. تمام، تحدث عن القيمة المضافة، هون نتحدث فعليا عن القيمة المضافة لإعلامي أو حتى لصحفي أو لمذيع بأي قناة عربية مختلفة. أهمية هذه الزيارة لفلسطين للإطلاع هنا عن قرب عن ما يحدث، عن هذه المعاناة، لأن الصورة هنا قد تكون هي فعليا أصدق المشاهدة عندما بالأخص لما ينقلها المذيع عند عودته من على منبره. صحيح، أنت بحاجة أحيانا لتكون في الموقع لتعرف كيف تتحدث. أي صحفي أو كاتب أو إعلامي لا يمكن أن يكتب دون أن يشعر بالحالة ويعيش هذه الحالة ليعبر عنها للناس ليوصل الرسالة. إحنا كإعلاميين دورنا أو كصحفيين وبنكتب بحاجة دائما لأن تعيش الحالة وتشاهدها على أرض الواقع. لا يمكن أن نكتب هناك أو نتحدث عن آرائنا هناك عن ما يجري في فلسطين دون أن يكون لنا مشاهدة حقيقية على أرض الواقع. لكن أنا ما أقصد ربما هو ما يمكن أن يكون قيمة مضافة في الاستفادة من الخبرات الفلسطينية الممتهنة للإعلام، لأنه تاريخ طويل لفلسطين في مجال الإعلام وأساتذة الإعلام للعلم فقط أنا أتحدث دائما وفي كل اللقاءات أقول ربما دائما يعني لم يكن لدينا في الأردن وفلسطين نفط أو مال أو ما شابه، لكن لدينا خامات صوتية، لدينا مخرج حرف سليم مصنف عربيا بأن الفلسطيني والأردني يمتلكون مخرج الحرف السليم والطاقة الإبداعية والخلاقة. لذلك نحن نحرص على دائما على أن نستفيد من هذه الخبرات الموجودة في فلسطين أولا لنوصلها ثانيا إلى الناس. فالزيارات أنا رأيي المستمرة للإعلاميين الأردنيين وكذلك الفلسطينيين يستفيد منها الجانبين في تطوير المنتج الإعلامي القادر على المنافسة بشكل أكبر. أنا للأمانة والموضوعية أريد أن أتحدث هنا عن موضوع هام. زرت التلفزيون الفلسطيني أكثر من مرة قبل ذلك، يعني في 2009 عندما تشرفت بلقاء سيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وكان لي الشرف الكبير بأنها كانت المرة الأولى التي آتي فيها إلى فلسطين. في حاليا بنشاهد كمان مقطع من هذا اللقاء اللي كان مع سيادة الرئيس في العام 2009. نعم أذكر هذا اللقاء هو في عام 2009 وربما هذا 2013 هذا اللقاء. يعني كان في هذه اللقاءات فائدة كبيرة وفيها تميز، لكن فيما يخص التلفزيون الأردني الفلسطيني زرت التلفزيون في السابق، لكن أنا
مبهور من هذه الزيارة تحديدا، أشاهد فيه تكنيك عالي، أشاهد فيه تغير ملحوظ، شعرت لا أعرف شو السبب لكن شعرت فيه عمل دؤوب ومستمر. خلية نحل، استوديوهات محدثة، نظام بث جديد، أشعر أني أمام محطة بصراحة ليست ناشئة إنما محطة محترفة بكل طاقة. أنا هنا لا أجامل بالمناسبة، هذه ليست مجامل لأحد وليس من طبع المجامل، لكن بالحقيقة ما شاهدت في الجولة التي مررنا بها على أروقة التلفزيون والإذاعة شاهدت تميز كبير وتقدم مستمر. أشعر أنه في إرادة حقيقية سياسية للعمل في 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 التلفزيون الفلسطيني ليكون منافس ويرتقي بمستوى اسم كبير وعزيز على كل العرب والمسلمين فلسطين. أنا كسبت أنه التقيت فيه قبل يومين بجولتك بمبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون أيضا ولقائك مع معالي الوزير أحمد عساف، وكانت معك الإعلامية الأردنية الكبيرة أيضا محددين لموجهة لها كمان كل الصباح. بالحديث أكثر عن لقائك مع السيد الرئيس واللقائين الذي قمت فيهم كإعلامي أردني، ما لمسته من خلال هذا الحوار كإعلامي، ما استفدت منه؟ لأنه دائما كل إنسان وكل مواطن وكل صحفي بيحاول دائما يوصل للقيادة الكبيرة على صعيد فلسطين الأردن، وهذا بالنسبة لي ممكن نعتبره كريدت عالي على مستوى الإعلام، وأيضا استفادة كمحتوى مهم جدا لما باخده من قيادة. كيف كان اللقاءين مع السيد الرئيس وخاصة لإلك شخصيا؟ طبعا ما في شك عندما يأتي المذيع، أنت تعرف كمذيع تحب دائما أن تقدم برنامج مميز خاصة في البرامج السياسية وإدارتها، عندما تتحدث إلى الرئيس بالتأكيد تكون نوعا ما في بداية اللقاء مضطرب نوعا ما، لكن وكنت سعيد جدا بشخص الرئيس لما يمتلك من طاقات سياسية هائلة وطاقات احترافية في التعاطي مع الإعلام، وما يمتلك من معلومة وهو الأهم بالنسبة لي كصحفي. سعدت باللقاء الأول كثيرا، ربما كان بدايته طبعا أنت مع رئيس دولة وليس أي دولة، فلسطين بالنسبة لنا أكبر دولة في العالم يعني. على الأقل لا نطلب الآخرين أن ينظروا إليها هكذا، لكن إحساسنا بها هكذا. فأنت أمام رئيس دولة فلسطين وهي دولة كبيرة وعزيزة، ورئيس فلسطيني مقدر وله احترام كبير عند الأردنيين على الصعيد الرسمي والصعيد الشعبي وصعيد القيادة في الأردن الحبيب. بالبداية كنت يعني مرتبك نوعا ما، لأنك لا تعرف كنه هذا الشخص اللي أمامك الآن، فقط أنت تطرح سؤال وهو سيجيب. لكن بدقائق اللقاء الأولى أو بثواني الأولى في الترحيب كان في راحة، وشعرت برغبة كبيرة في طرح العديد من الأسئلة على سيادة الرئيس، فكان لقاء ودي وحميمي وقريب من القلب. شعرت بأني يعني أمام زعيم كبير بمنجزه، زعيم كبير بما يمتلك من دراية سياسية وأفق واسع في النظر للقضية الفلسطينية على كل الأصعدة. طب يعني هل ممكن أن نتحدث أنه ممكن هذه الزيارة اللي هي كمان ما نسميها كمان عائلية، زيارتك لون، هل ممكن أن ينبثق عنها يعني ما هو جديد من ضمن هذا التعاون؟ التعاون الفلسطيني الأردني وبالمجال الإعلامي هو متواجد دائما حتى ما بين الهيئتين، وأيضا في مختلف المناسبات كأذكر كمان أعياد عيد الميلاد التغطيات المشتركة، ولكن هل ممكن أن ينبثق عنها جديد يخدم الإعلام الفلسطيني والأردني من بعد هذه الزيارة؟ يعني أتمنى، أنا لست رسميا هنا لأتحدث في هذا الجانب تحديدا، لكن أنا ما أعلم أنه في كثير من التعاون المشترك ما بين التلفزيون الأردني والفلسطيني، حتى هنالك تعاون مشترك ما بين التلفزيون الأردني وبعض القنوات الخاصة، منها قناة معا مثلا وبعض الإذاعات المحلية المجتمعية مثل إذاعة منبر الحرية في الخليل وبعض الإذاعات الموجودة هنا في رام الله. أنا ما أتمنى دائما أن يكون هنالك تواصل وتبادل خبرات، لأنه زي ما ذكرت لك بداية اللقاء إحنا بنضيف وبينضاف إلنا من خلال هذا التماهي والتمازج ما بين الفكر الإعلامي الفلسطيني والفكر الإعلامي الأردني، أيضا لدينا طاقات ممكن أن يتم الاستفادة منها. يعني
يعني انا شوي بس المخرج بيحكي لي لضيق الوقت، يعني لو صح لنا انه نعمل البرنامج كمان 4 ساعات زياده ومعك مش حنمل. بس كان في موقف جميل انه انت حضرت لفلسطين بدعوه من جامعه الاستقلال. نعم. والتقيت بحدا عزيز لإلك يمكن يعني اسمح لي على رغم ضيق الوقت اسمح لي بس ارجع، انا زرت جامعه الاستقلال العسكريه واطلعت على هذا التميز، ولا يعني مثل ما انصفنا التلفزيون في التميز والرياده والتقدم في مسيرته اللي شفتها افضل على مدار السنوات الاخيره، ولا اعلم السبب لكن حسيت انه في شغل. كمان ايضا في الجامعه العسكريه بالاستقلال في اريحه وجدت يعني اجمل شيء ان ارى الفتاه الفلسطينيه وهي تلبس البزه العسكريه وتضع الرتب، هذا بحد ذاته جمال. شفت نوعيه من الشباب. زرت ايضا التلفزيون الفلسطيني واطلعت ايضا، ذهبت الى جامعه الخليل وزرت جامعه الخليل والتقيت برئيس مجلس امنائها فاطلعت على تجربتهم الرائده في مجال صرت اسرع انا عشان في مجال التعليم التعليم الجامعي. لكن الاساس ايضا ذهبت الى حيث القلب والمساحه من القلب الى الخليل لالتقي بمدرستي في الصف الثالث الابتدائي. أنت تعرف الأردن كنت أنا بالقرية نائية في محافظة الكرك في الجنوب. فكان تستعين الدولة الأردنية بموظفين من فلسطين، فكان مدير المنظمة التعاونية أنا ذاك في قريتنا الأستاذ حافظ مجاهد تميمي بوجه له تحية عبر شاشة فلسطين، وكان متزوج جديدا يعني، وبتعرف أهل القرى دائما بيحبوا الشخص وبيصير فيه تمازج لدرجة أنه الآن هو يعني الله يعطيه الصحة والعمر، يعني هذا كلام قبل 45 سنة، لا زال يذكر أسماء الناس، ذكرني بأسماء الناس أنا ابن البلد نسيتهم. فذهبت إلى معلمتي الست حنان، بحب أحكيها بهذه اللهجة لأن أنا كنت صغيرا أقول لها معلمتي الست حنان أم إيهاب مجاهد، بوجه لها أحلى تحية. كان لقاء مليء بالاختلاط العواطف والمشاعر لدرجة أني من النوع الذي لا يبكي لكني بكيت بصراحة أمام بكاء الشديد. أنت تذكر مدرسة يعني صفعتك كف بالصف الثالث ابتدائي شكل منحى حياتك، فأنا قلت لهم للإخوة بإذاعة الخليل قلت لهم هذا الكف هو اللي خلاني رئيس مذيعين وتلتقوني عبر الأثير، فتحياتي لها. يعني لا يمل من الحديث معك، وعن جد هالمرة احنا كثير مبسوطين، المرة الجاية بما انه من الكرك لازم ناكل منسف كرك ان شاء الله. واسمحوا لي اوجه تحية ايضا لاخوال امي ايضا من يطا من الخليل، تحياتي لهم جميعا كلهم بسمعونا الان. الله يخليك يا رب، تشرفنا فيك وشاكرين تواجدك معنا الاستاذ علي أطراونة كبير مذيعين التلفزيون الاردني. يسعد صباحك. تسلم، صباحك سعيد وصباح كل فلسطين والاحباء، وشكرا لكم على هذا اللقاء الجميل. هلا فيك، شرفنا ومبسوطين كمان بوجودك معنا، كل الشكر لك. ومشاهدينا بنواصل احنا بصباحنا هذا لمحطة صباحية اخرى. خلينا نذكر على مشاهدينا بالسؤال التفاعلي، لسه على سعادة احنا مشاهدين على استقبال ارائكم لنتحدث عنها خلال برنامجنا الصباحي. السؤال يتحدث عن ثقافة النظافة، كيف نعمم مفهوم الثقافة في الاماكن العامة؟ بامكانكم مشاركتنا لارائكم عبر مواقعنا على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا على تلفزيون فلسطين وفلسطين هذا الصباح، ومكملين معكم الى ماراثون الحق بالتعليم، خليكم معنا.
يسعد صباحكم مشاهدينا من جديد، ومثل ما عرجنا في بداية الحلقة وقبل الفاصل أيضا على موضوع تعميم ثقافة النظافة في المجتمع، وأيضا دائما نحكي النظافة من الإيمان في كل شيء. النظافة هي صورة المجتمع الراقي، صورة البلد الجميل، وأيضا ما تعطي دائما الطابع الإيجابي لكل منطقة إذا كانت صغيرة أو كبيرة أو حتى أماكن عامة. نعم، ونحن أيضا نتحدث عن النظافة في بداية نتحدث عن بيئة صحية، ومن أجل هذه البيئة الصحية أيضا أطلقت الإدارة العامة لمجالس الخدمات المشتركة في وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة طبعا حملة توعوية إرشادية تستهدف السائقين المارة، أصحاب المحلات والمعارض التجارية أيضا بشكل عام، لحثهم على الحفاظ على النظافة العامة وإلقاء النفايات في أماكنها المخصصة من أجل بيئة صحية نظيفة. تفاصيل أكثر عن هذه الحملة، تخصيصها أيضا لهذا العام، رفع شعار النظافة والتقليل من النفايات الصلبة. يسعدنا الترحيب بالسيد سليمان أبو مفرح، مدير عام المجالس الخدمات المشتركة في وزارة الحكم المحلي. سعد صباحك وأهلا وسهلا. سعد صباحك وصباح السادة المشاهدين. شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم معنا كتلفزيون فلسطين وتغطيتكم كمان للفعالية اللي تمت في 16 من هذا الشهر، وهذا دور مهم جدا في تغطية موضوع الحملة. أكيد احنا بنكمل بعض أستاذ سليمان بالحديث عن حملات النظافة، وهذا لا يقتصر على عام واحد فقط. وزارة الحكم المحلي، مجالس الخدمات المشتركة بالتعاون أيضا مع البلديات في كل محافظة، نشاهد العديد من المواسم التي نحافظ فيها دائما على بث التوعية في النظافة. نحكي عن حملة هذا العام وما تميزت عنه من الحملات المختلفة. أولا، هذا النشاط كحملة توعوية فيما يتعلق بالنفايات الصلبة والنظافة بشكل عام هو جزء من مجموعة فعاليات جاي ضمن برنامج مبني على استراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة. الفعاليات المختلفة والنشاطات اللي بتكون فيها مجموعة الوزارات والشركاء في هذا القطاع وخاصة وزارة الحكم المحلي تستهدف تحسين وضع إدارة النفايات الصلبة في فلسطين، وأهم مظهر من مظاهر تحسين هاي الخدمة اللي هو النظافة العامة اللي ممكن الناس يلمسوها في الشارع. احنا هنكمل بالحديث أكثر، وزميلتنا ديالا زعريرة حضرت لنا مقابلات وتقرير خاص برأي الشارع الفلسطيني بحول تعزيز ثقافة النظافة. خلينا سوا نشاهد. صباح الخير مشاهدينا، اليوم رح نحكي عن النظافة العامة في الأماكن العامة مثل الأسواق، الحدائق والشوارع. سؤالنا لليوم، كيف ممكن نحافظ على النظافة العامة في الأماكن العامة، وكيف ممكن تعميم مفهوم أو فكرة النظافة؟ خلينا نشوف. أولا، النظافة من الإيمان. ثانيا، النظافة بدم الإنسان، يعني إنه نظيف بدمه والوسخ بدمه في الدم. فكل واحد يعني من المواطنين أو من الإخوان بسحب علبة كل أو شيء، لازم في مجمع للنفايات يحطها، ولازم إحنا نحافظ على بلدنا وعلى مدينتنا وعلى دولتنا لأنها تكون نظيفة، حتى إحنا نبين إنه إحنا شعب حضاري متقدم وإحنا أصحاب نظافة. لازم نرمي في السلم، نرمي في الشوارع، نرمي في سلة الزبالة بعيد عنك، لأن النظافة من الإيمان. تفضل. النظافة من الإيمان، وبعدين نقول نظافة عندنا في البلد بنظف 100%، وهان 100% شايفين كويسين ونظف في الشوارع وكل شيء. النظافة هي شيء أساس بحياتنا، خصوصاً إنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما تطلع عدنا عن طريق صدقة، فلو كل حدا فينا تبع بس مبدأ سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأكيد رح يكون بلدنا دائماً نظيف. إذا أنا بدي أشتري مثلاً سندويشة، شو عامل سندويشة في آخر السنة، شو بدي يكون السندويشة؟ يكون بظرف صحيح، فبدي اروح على شيء بمحله، وين بدي اروح؟ بدي اروح على موقع اللي هو الصحيح، مش امسك علبه الكولا ولا هسه مش ازتها بالشارع. النظافه من الايمان، لازم زي ما الواحد بحافظ على بيته يحافظ على النظافه العامه. ما نرمي الاوساخ على الارض، ولازم نحافظ على بيئتنا، وهي اهم مسؤوليه في كل العالم، والاغلب الناس ما بيسمعوا لكلام البيئه، فالناس لازم هم يسمعوا لكلام البيئه ويحافظوا على نظافه بلدنا، وراح تضل اذا ضلوا هيك يسووا لازم تضل بلدنا نظيفه. وضع سلات للنفايه، ومن الناس العامه يعني الاخرين يحافظوا على النظافه، وعلى صاحبين المحلات الاخرين يحافظوا على نظافه باب محلاتهم. كنحافظ على نظافه الاماكن، ممكن نوزع في كل شارع
أصدد من حاوية زبالة أو مكب نفايات على أساس أن نحافظ على نظافتها. فممكن أنه ما نرمى على الأرض إذا منوع الناس، نعرف الناس شو هي نظافة البلد. يعني إذا ما بنحافظ على البلد، البلد أصلاً رايح يجوا الاحتلال. أنا بحكي لك بيجوا الاحتلال بخدوها بنظفوها بعملوا فيها، بصير يحكوا هاي لنا. لو ما نظفنا فيها ما عملنا فيها ما راح يعني تضل الأرض لنا. مشاهدينا، كانت هذه آراء الشارع الفلسطيني. كنت معكم أنا ديالا زارير، والآن عودة إلى الزملاء داخل الاستوديو في برنامج فلسطين هذا الصباح. نشكر زميلتنا ديالا أكيد على إعداد هذه المقابلات اللي أجرتها كمان في شارعنا الفلسطيني، برأيهم عن هذه النظافة، نتحدث عنها كثقافة كزرعها أيضا لأجل أن تكون كمان ثقافة تمارس من ضمن الممارسات الصحية. أكيد بالعودة للحديث مع الأستاذ سليمان أبو فرح، يمكن شاهدت بالمقابلات آراء كثير من الناس، وللأسف آخر الستاند اللي عملته آخر سلوك أنه كان في مواطن بيرمي كرتونة. فقديش ممكن أنه إحنا هاي هي فكرة تعزيز الثقافة؟ يعني إحنا فينا عناصر إيجابية لازم نشتغل على استفادة منها. أولا في عنا قناعات وثقافة ومبنية على عقيدة أنه النظافة من الإيمان، وهذا جانب مهم لازم نروج له. الحاجة الثانية موضوع التوعية في أي قضية، وتحديدا في موضوع النظافة موضوع طويل الأجل وبطيء. فعشان هيك عشان نخلق سلوك متعلق بموضوع النظافة إحنا بحاجة لعمل توعية بشكل دائم ومستمر. وهي مجرد استكمال نشاطات سابقة، وإن شاء الله على مدار 2019 كمان حنستكمل بمجموعة محافظات مختلفة بهذا الفهم في موضوع النظافة وكمان تقليل النفايات. طب إحنا منو إحنا صغار بالمدارس وبالأخص بالمواد والمناهجنا الفلسطيني كنا نتحدث عن النظافة، ونظافة من الإيمان وسلوكيات من شهدها كانت للأسف هي فقط كمادة كمنهاج نعرفها، ولكنها لا تمارس نظرية وليست تطبيق اليومية، ليست بالضرورة هي عملية. وخرجت العديد أيضا من الحملات تقوم بها البلديات عامة من أجل الحفاظ على نظافة المدن والبلدات. لماذا هل ممكن أنه إحنا نقول أن هذه الحملات لا تنجح بالصورة المطلوبة كون هيها تبقى النظافة من ضمن الحملة ولا تحول إلى ثقافة؟ وبالتالي هون كمان نتحدث عن فعالياتكم لحتى أنه الحملة اللي أطلقتوها هاي العام تتحول إلى ثقافة هذه المرة. يعني هذا كثير مهم اللي بتحكي فيه، لأنه السلوك الذاتي أو الدافع الذاتي للسلوك قد لا يتوفر عند البعض، الجميع قد يتوفر عند البعض وقد لا يتوفر عند الجميع. عشان هيك بيكون في المكمل له اللي هو ما يترتب على السلوك الخطأ فيما يتعلق بالنظافة. عشان هيك كان من ضمن الحملة معانا شركاء مختلفين، من بينهم على سبيل المثال الشرطة الفلسطينية، وهناك قانون متعلق بموضوع المخالفات على إلقاء النفايات إما من المركبات أو إلقاء النفايات من الأماكن العامة، وكثير من الشركاء كمان معنا التربية والتعليم. هلا في كمان حملة تطبق في المدارس بشكل تجريبي مع بعض المدارس. أهمية الشركاء كلهم طبعا، وهنا بقدم شكري لكل الشركاء اللي معنا من سواء المؤسسات التعليمية والجامعات، الشرطة الفلسطينية، نقابات السواقين تعاونوا معنا في هاي الحملة، وحيكون عندنا برنامج كمان. فموضوع انه قديش بتأثر، هي بطيئة سلوك بده فترة طويلة تيصير جزء من ثقافتنا، ولكن بالاستمرار في العملية راح يتحسن باستمرار. الجانب الآخر إذا السلوك الخطأ تم يعني التعامل معه كما يجب كمان بيكون رادع في أستاذ سليمان. احنا كمان حطينا سؤال تفاعلي ايضا تركناه من امبارح على مواقع التواصل الاجتماعي، كمان كيف ممكن نعمم دور او مفهوم ثقافة النظافة في الاماكن العامة، وكان كثير من التعليقات اللي تواصلت معنا يمكن اخذنا جزء منها. من ضمن هاي التعليقات ام صالح شراب تحكي لو كل واحد طلع من العيلة وأخذ كيس للقمامة بتنحل القضية. يعني هاي ممكن نحكي كمان بالرحلة اللي قادمة هلأ بالأجواء الربيع والمشاوي في الجبال وأيضا في الحدائق العامة. أيضا من التعليقات اللي شاركونا فيها سادين عبد العال، لو إحنا لمينا القمامة بكل قاعدة بنطلعها هيك بنزرع قدام أولادنا ثقافة النظافة، وهيك بنخلق الجيل بحافظ على نظافة الأماكن العامة. منتابع كمان بالقراءة أبو حمادة، لو منعتبر الأماكن العامة بيتنا الثاني كان كل شيء تمام. وأخيرا من رغدة السيد، تحفيز الأطفال إذا بيحافظوا على نظافة لهم طلعة تانية أو إعطائهم هدايا بسيطة. ربما أنا بعارضها بهالنقطة، لأنه قديش ممكن يكون كمان الأهل هم قدوة لأطفالهم. نعم. بيكون للأهل كمان في طلعة تانية إن شاء الله. أكيد أكيد، حتى بغض النظر عن الجيل طبعا، أكيد الجيل الصغير والأطفال أساسا هم ممكن تنشئتهم بثقافة أكثر التزام في موضوع النظافة، ولكن قطعا كمان الأجيال الكبيرة ممكن التعامل معها بطريق حسب تخاطب وين منطقة
العلاقة بينهم وبين الموضوع سواء النظافة أو غيره. المهم أنه إحنا يعني بنحاول ما أمكن من خلال مجالس الخدمات المشتركة والبلديات نوزع مجموعة رسائل وراح تكون مستمرة وهي عملية مستمرة. هذا أهم ما في الموضوع. بتحكي عن موضوع أهمية النظافة وعلاقتها بكمية النفايات اللي إحنا بننتجها. إحنا بننتج كمية نفايات أكثر من معدل إنتاج الفرد بأي مكان آخر بالعالم عندهم نفس مستوى دخلنا، وهذا مشكلة. الموضوع الثاني إنه إحنا كل النفايات اللي بننتجها تقريبا لحد اليوم بتروح على التمر، والتمر مكلف من ناحية، بيستهلك الأرض، وكمان له آثاره السلبية من ناحية الصحية والبيئية. عشان هيك موضوع النظافة اليوم صار مرتبط عندنا كمان بتقليل كمية النفايات. فبنحاول من خلال هاي الأنشطة واللي إن شاء الله راح تتنفذ في مجموعة محافظات على مدار العام وكمان على السنوات القادمة، نضل باستمرار يكون في عنا على الأقل في فلاشينج، يعني نبعث رسائل نحاول نستمر. أكيد بالختام أستاذ سليمان، دائما بدنا التوعية وبدنا كمان الخدمة التي تقدم. العديد من المحافظات أو البلديات اليوم الموجودة بشوارعها الرئيسية تفتقر لبعض، مثلا ممكن مكبات النفايات الصغيره، ممكن نحكي في وسط البلد او شوارع يعني اللي فيها اسواق ومحلات بتلاقي كل مثلا 5 متر او 10 متر هناك موجود سله نفايات، ولكن مثلا شارع طويل وكبير ممكن انه المواطن يمشي فيه كزر فيه في فتره الربيع والصيف، كمان بنفتقد لهي الشغلات. قديش ممكن نشتغل على الدور ايضا انه في توعيه وهي كمان الخدمه موجوده جنبك؟ نعم صحيح، وهذا مهم. يعني الطرفين لعمليه لازم يتزامنوا مع بعض. أنظمة الجمع، موضوع السيارات الجمع، موضوع الحاويات طرأ عليها تحسن كبير جدا إذا قررنا بين قبل 10 سنوات لليوم. صحيح. اليوم عندنا نظام جمع منيح، في بعض الأزال بحاجة لتحسين، ولكن المشكلة اللي بنعاني منها هو الصحيح التخلص في الموضوع، وخاصة في منطقة رام الله والبيرة ومنطقة وسط الضفة. عندنا مكب صحي مؤجل من 10 سنوات بسبب رفض الاحتلال لترخيصه، وإحنا بحاجة للتخلص من المكبات العشوائية وأثارها السلبية. عشان هيك موضوعة النظافة بدنا نربطها كمان بموضوع قديش احنا ممكن نقلل من النفايات. هذا أهم في الموضوع. نعم، نتمنى فعليا انه نكون سلطنا الضوء على هذا الموضوع، وهون كمان نطلب من المواطنين متابعه وزاره الحكم المحلي بهذه الحمله، وايش راح يكون كمان في لها فعاليات يشاركوها، يشركوا الاطفال فيها ويشركوا العائله، اللي ممكن كمان انها ترجع بالاثار السلبيه على العائله وبالتالي ايضا على نظافه مجتمعنا عامه. كل التحيه اكيد لكم، وهذه الجهود ان شاء الله تكون مباركه في خدمه وصحه مجتمعنا. فعلا انا بدي اشكر من خلال شاشه تلفزيون فلسطين كل الشركاء اللي معنا، سواء أو وزارة التربية والتعليم أو نقابات النقل سواء الخاص أو العام، التلفزيون فلسطين كمان أنتوا والإذاعات المحلية والفضائيات المحلية، الكل مهتم في الموضوع، وهم دورهم أكيد مهم جدا في نشر رسالة للمواطن. ورسالتك وصلت أكيد. كمان أيضا إحنا من بنصبح كمان مرة عامل النظافة اللي موجود بكل شوارع المحافظات والوطن، مهندسين النظافة ومهندسين هم، أنا بقول سفراء الجمال هذول. نكمل وإياكم محطاتنا سريعا وإلى فقرة أخرى سنكون فيها مع ماراثون الحق في التعليم وجمعية أصدقاء جامعة بيرزيت.
نتواصل برفقتكم مشاهدينا لمحطة صباحية أخرى صحية رياضية أيضا هذه المرة، ولها خدمة تخدم طلبة جامعة بيرزيت، حيث أنه بتنظم جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت بالتعاون مع بلدية بيرزيت الماراثون الثاني له الذي يحمل عنوان ماراثون الحق في التعليم، المقرر أن يقام صباح يوم الغد. أكيد للحديث أكثر عن هذه الجمعية وأيضا هذا الماراثون يسعدنا استضافة الأستاذ محمد مسروج رئيس الهيئة الإدارية في جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت، يسعد صباحك. وأيضا سماح حامد مدير جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت، يسعد صباحكم، يعطيكم ألف عافية. بالبداية حنبلش معك أستاذ محمد بالحديث عن هذه الجمعية والتكاتف والحب لهذه الجامعة وأيضا ما تقدموه بكل النواحي الإنسانية والاجتماعية. والحقيقة مبدأ الجمعية قام على أساس دعم طلبة جامعة بيرزيت، لأننا تواجدنا أو موجودين في هذه المنطقة، ولو كنا في منطقة أخرى كنا أصدقاء نحن أصدقاء لكل الجامعات ولكل الطلبة. وأصل المشروع هو دعم الطلبة، وكان ذلك قبل أكثر من 25 عام، لأنه احتفلنا السنة الماضية في 25 عام. الحقيقة كانت الأوضاع صعبة جدا، وكان الوصول إلى أماكن السكن من كثير من الطلبة خصوصا اللي كانوا ساكنين في أماكن بعيدة مثل غزة والخليل وجنين وكذا، فتلاقى عدد من رجال المجتمع ورجال الأعمال على أساس أنه دعم هؤلاء الطلبة في ذلك الوقت، وتطورت الأمور إلى أن أصبحنا ندعم هذه الجامعة، الطلبة والجامعة، وحلقة وصل بين الجامعة والطلبة على مدى السنين. الآن بدأنا بمشاريع صغيرة جدا، إنه نأمن مثلا وجبات للطلبة، نأمن لهم الأقساط أو بعض الأقساط لعدد محدود من الطلبة. بدأنا ب30 منحة بالسنة، الآن بنقدم أكثر من 400 منحة، يعني تصل للسنة إن شاء الله إلى 500 منحة طلابية، بعضهم منحة كاملة من أول يوم لآخر يوم، في إلها قواعد وفي إلها شروط. من أجل ذلك إحنا بنعمل مشاريع من شان تمويل، صحيح. يعني ما في عنا تمويل أجنبي، تمويلنا محلي، تبرعات ومشاريع. من ضمن المشاريع مثلا ممكن الست سماح تحكي أكثر مني عن المشاريع، في عنا تعاونية بيشتغلوا فيها الطلاب، في عنا وجبات غذائية، في عنا عدد من المشاريع الأخرى. الهدف هو أنه نزيد عدد المنح ونزيد الدعم للطلبة وللجامعة، خدمة أكيد للطلاب أكثر، واللي من ضمنها جاء أيضا هذا الماراثون مشاريع الجامعة أيضا الثانية. الآن غدا في عنا الماراثون اللي هو برضو مشروع اجتماعي بكل معنى الكلمة، لأنه صحيح. ممكن العائلة كلها تجي، بركض رياضي بنفس الوقت اقتصادي، في عدد من الشركات أكثر من 40 شركة مشاركة من أجل أن تخدم هذا المشروع، وراح يكون آلاف يشاركوا صحيح. بهذا المشروع. وبالتالي وبالتالي إحنا بنأمن فرصة فرصة لقاء اجتماعية صحيح. رياضية وأيضا مادية من أجل صحيح. إحنا بنشاهد حاليا البعض من الصور اللي هي الماراثون الذي نظم بنسخته الأولى لخدمة أكيد طلبة جامعة بيرزيت. الدعوة عموما هي مفتوحة للجميع، العائلات، للجميع اللي بحب يشارك. وإحنا بندعيكم كمان صباحا يعني أكيد، وهي الدعوة كمان عبر شاشتنا تلفزيون فلسطين. سماح بدي يعني لم يتبقى يعني الكثير لهذا الماراثون نسخته الثانية، المميز فيه وأيضا الاستعدادات النهائية لعقد هذا الماراثون المتوقع أن يشارك فيه الآلاف غدا. نعم، بداية ماراثون الحق في التعليم الثاني هذا العام جاء تحت شعار جمعة العيلة، لأنه يوم الجمعة أكيد الكل بيحب يكون مع عيلته. إن شاء الله يكون الطقس منيح كمان بكرة، حسب الأرصاد الجوية رح يكون أحسن من اليوم إن شاء الله. فبندعي الكل يكون متواجد معنا من خريج لطالب، لأنه كل الكل ممكن يكون
يعني ايده بايد يساعد هؤلاء الطلبه. فالتجمع رح يكون امام بلديه بير زيت، الانطلاق على في تمام الساعه 9 صباحا باتجاه الحرم الجامعي. رح يكون في فقرات اجتماعية، فقرات فنية، تراث فلسطين، وجبات إفطار مجانا، فقرات للأطفال. فبالتالي العائلة لما تيجي بهذا اليوم تشارك مش رح تتكلف أكثر من مجرد رسوم بطاقة الماراثون. أكيد سمحنا كمان نذكر مشاهدين أنه تلفزيون فلسطين والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون هي راعي لهذا الحدث. سنكون معكم أيضا بالحدث غدا وبصور وبتقارير. بالعودة لك أستاذ محمد مسروجي، الدعم المتواصل ما بين الأجيال، هذه الجمعية التي تتوارد فيها أجيال كثيرة وأيضا تحمل العديد من القامات الوطنية والشخصيات الاقتصادية، الدور المجتمعي المهم جدا للرقي بأبنائنا وأهمية أطفالنا وأيضا الجيل القادم اللي هو ممكن يحمل راية العلم والحرية والوطن. نعم. أنا كنت أحكي عن الدور المتكاتف ما بينكم أنتم كقيادة كبيرة في هذه المؤسسة وأيضا إلى الجيل المتلاحق من بعدكم أيضا. نعم، إحنا أولا إحنا بنعمل واجب وأقل الواجبات وأن يكون هنالك تضامن مجتمعي واجتماعي. ويجب علينا، يعني هذا حق علينا، زائد إنه وضع أسس ومبادئ ومفاهيم لدى المجتمع ولدى الجيل الجديد إنه نحاول نكون قدوة من أجل إنه نفرجي إنه الطريق هو ليس أخذ، الطريق الصحيح من أجل بناء وطن هو أن تعطي. فإحنا واجبنا إنه نقود عملية العطاء في مثل هذه المناسبة. لا شك إنه بيصير تكافل مجتمعي واجتماعي على مستوى جيد جدا وعالي جدا. ويعني خليني أستغل هالمناسبة مشان أدعو كل القادرين على العطاء والدعم إنهم ما يترددوا، لأنه إحنا مجتمعنا بحاجة من أجل بناء الوطن والمواطن أهم من بناء بناية أو بناء مؤسسة حتى اقتصادية. فإحنا هذا واجب، يعني لازم نعمل. أكيد هذا الماراثون السماح فعليا من ضمن دراسة لهذا المشروع اللي بتنظموه، قديش فعليا ممكن أنه يختم طلبة الجامعة إذا كان هناك واضح كيف السياسة رح تتم التعامل مع إيرادات هذا المشروع المشاركة فيه، ومن ضمنه طبعا ممكن تكون هي رسالة للمواطنين لحتى يشاركوا بكرة كمان برفقتكم. يعني سبب إقامة الماراثون الثاني هو نجاح الماراثون الأول، أنه الماراثون الأول جاء استجابة لإغلاق جامعة بيرزيت أكثر من شهرين وتوقف الحياة الأكاديمية في داخلها، وكان السبب هو ظروف المالية للطلبة. الآن مع أزمة الرواتب وأزمة اللي بتعصف بالمجتمع المحلي من الناحية الاقتصادية، الماراثون الثاني جاء استجابة لهذه الحالة. فبالتالي الماراثون كل إراده بشكل كامل، يعني من مبيعات تذاكر، يرصد لصالح منح الطلبة الأقل حظا أو ذوي الدخل المحدود. فبالتالي الشركات الراعية هي الشركات اللي قامت بتغطية التكلفة الكاملة للماراثون. شكرا تواجدكم معنا والصباح الراقي برقي روحكم أكيد وكل ما تقدموه. الأستاذ محمد مسروجي رئيس الهيئة الإدارية لجمعية أصدقاء جامعة بير زيت، أستاذ صباحك، وأيضا سماح حامد مدير جمعية أصدقاء جامعة بير زيت، نتمنى لكم كل التوفيق وماراثونكم بكرة إن شاء الله. شكرا لكم ويعطيكم العافية، وأنتم دائما مغطين الأحداث وطايقين على كل المناسبات. شكرا أكيد. شكرا لكم، يسعد صباحكم. ومشاهدينا نتواصل معكم على اليافا، الى يافا ومدينة البرتقال وبلدي انا اللي احنا من كل فلسطين بنفتخر بكل مكان وبننبسط لما نشوف صورة من اي منطقة في هذا الوطن الحبيب. لا سلام مشرقي ومدينة يافا والساعة القديمة الأثرية، يسعد صباحك. صباح الخير سلام. مشاهدين احنا معكم من يافا، يافا الثقافة التاريخ الحضارة، ومنتواجد تحديدا هنا خلفنا برج الساعة، هذا المبنى التاريخي اللي بيميز يافا اللي هو عمليا رمز يافا. لما نقول يافا بنقول برج الساعة، بنقول هاي المنطقة التاريخية اللي يعني اشتهرت فيها يافا وكانت
قبل النكبة ومنذ يعني عقود كثيرة مركز تجاري وما زالت مركز تجاري. نعم تغير أصحابها، تغير روادها، ولكن يعني الحجر هنا ينطق باللغة العربية، ونحن يعني نشاهد التاريخ والتراث والحضارة في كل بقعة من يافا. ويافا ليست فقط البحر الجميل و يعني مشهد البحر، وإنما هنا حيث نقف يوجد تاريخ كامل نتحدث عنه مع المؤرخ يوسف عصفور ابن مدينة يافا. أهلا فيك سيد يوسف عصفور ويسعد صباحك. يعني برج الساعة اللي عم نشاهده هون أمامنا، شو هذا البرج عمليا؟ هو رمز يافا، ولكن من وين تأجى هذا البرج؟ وين تنبنى؟ كيف صار رمز وشعار ليافا؟ برج الساعة انبنى بسنة 1905 في فترة السلطان عبد الحميد الثاني، فكان هدية من أهالي فلسطين لاحتفال 30 سنة على علوه على العرش، فانعمل هذا البرج واحد من 7 أبراج موجودة عندنا بالبلاد، مش بس بيافا، بعدة محلات بحيفا وبعكا، بس بيافا هو أصبح ميدان كمان، مش بس برج ساعة، ميدان بأسماء مختلفة، ساحة شهداء، وهو عمليا كمان وسط البلد، وسط مدينة يافا. كيف اتخذ تسمية ساحة الشهداء؟ يعني معروف انه هاي الساحة شهدت على أحداث عدة اللي مرت بفلسطين، ولكن كيف اتخذت هاي التسمية؟ يعني وين تبديت هاي التسمية تمتاز فيها المنطقة؟ بفترة ثورة 36، فترة ثورة 36 كانت طلعت مظاهرة بهاي المنطقة، وعلى رأسها القائد مدار الحسيني، كاظم الحسيني اللي كان رئيس بلدية القدس في حينه، وعلى بعد 20-30 متر وين الباص الموجود تم استهدافه من قبل الشرطة البريطانية وإصابته في الرأس، وبعد فترة توفى. وفي هذا اليوم ب 1936 شهداء في هذه المنطقة استشهدوا، شهداء في هذه المنطقة، فعلى أثر هذا سميت بساحة الشهداء. وهون أيضا في مبنى السراي التاريخي، حدثني أكثر عنه، عم نشاهده مع المشاهدين، مبنى السراي وما إلى جانبه من مباني أيضا تاريخية في يافا. تمام، هذا مبنى السرايا الجديد. السرايا القديمة كانت موجودة في البلد القديمة، بس بعد سنة 1871 زاد عدد الناس، فانجبروا يبنوا السرايا هين في أواخر القرن 19، وكان عبارة عن طابقين زي ما احنا شايفين، في الطابق بالطوابق هاي كانت مثل البلدية، وفي نفس الوقت محل أرشيف. اللي صار بسبب أحداث اللي صارت بال 48 بشهر 1 تم استهداف هذا المبنى، وتم تفجيره بشاحن من قبل عصابات الليخي، واستشهد هنا أطفال صغار، لأنه اللي صار أنه بعد ميلاد المدينة الحديثة يافا، فالبلدية صارت في شارع النزهة، أما المنطقة هاي، أما البناية السراي هاي، فكانت عبارة عن ملجأ للأيتام، وعمليا استشهدوا هذول الأطفال في شهر 1 1948. أما السؤال الثاني بالنسبة للبنايات، فإحنا بنشوف مباني هنا، كان في محلات تجارية، كان في محلات للصابون، محلات الحلويات، بجهة تانية هاي كل الدكاكين هاي بحد الفندق هذا كانت دكاكين لتجار من سوريا، تجار من سوريا، اللي بفرجي قديش كانت هاي البلد ضمت كل بلاد الشام، ومش بس السكان المحليين. البناية هاي الفندق هذا كانت القشلة، واللي هي كانت أيام العثمانيين سجن، واستمر هذا الإشي بأيام الاحتلال الإنجليزي، الانتداب البريطاني، وبعد الاحتلال تبع 48، ولكن يافا شهدت كمان تهجير قصري، وشهدت خصخصة للأماكن هاي، وصار البناية صارت عبارة عن فندق. للأسف الشديد اللي صار في عنا هنا نضال عنا بيافا، إنه نحاول إنه نحطوا أسماء باللغة العربية، فبعد جدال واللي استمر تقريبا عدة أشهر أضافوا كلمة يافا، جافا، يافو، بس ما اتكرموا ويكتبوا الاسم يافا باللغة العربية.
بدي احكي على الميدان هون كمركز تجاري يعني. هذا الميدان على مدار عقود طويله جدا بالنكبه وما قبل النكبه ايضا كان مركز تجاري وبعده لليوم مركز تجاري مع تغير الرواد ومع تغير الاصحاب يعني للاسف. حدثنا اكثر عنه يعني عن شو احنا بنحكي منطقه من وين كانت هاي المنطقه استراتيجيه؟ من زمان هي منطقه استراتيجيه ومنطقه تجاريه. حتى لو بنحاول نشوف الصور القديمة من كتاب ما قبل الشتات لوليد الخالدي بنشوف كيف حتى قبل بناء برج الساعة كان مركز يجمعوا فيه مثلا البطيخ ومن ثم البرتقال، ومن بعدها مع بداية التمدن ازدادت هنا المنطقة هاي، وحتى أول بنوك بفلسطين كانوا موجودين هنا. فالشارع هذا اللي احنا شايفينه كان بنك، هنا كان بنك العثماني كان موجود هنا، وبالجهة الثانية كان في كمان برضو بنك، هين كان مركز للإسعاف، هين كانت مقبرة، وهين بداية كمان حي اسمه حي رشيد. فعمليا السكان اللي كانوا خارج السور وكانوا يشتغلوا مثلا في سد السمك أو في البرتقال كانوا يجيبوا أغراضهم لوسط البلد اللي هي هين، وعشان هيك بدأت تنشر شوي شوي كمنطقة وسط البلد. وعلى فكرة لليوم هي منطقة وسط البلد، بدليل انه كل يوم الجمعة اخواننا من القدس العربية بيجوا لهين، ومن رام الله بيجوا لهين، وبيجوا بتبضعوا من هين، وبيجوا وبرجعوا امجاد يافا وجمال يافا لما بيجوا على بحر يافا وعلى مطاعم يافا. يعني هون بنقول منطقة كانت استراتيجية كونها قريبة من البحر، لكن هل كانت منطقة أيضا مأهولة بالسكان يعني مش فقط بالتجار وبالمتاجر؟ يعني هل كان فيها سكان ناس اللي هن ساكنين هون ويعني بيوت موجودة هون؟ نعم، كان في هنا بيوت، فبالضبط خلفك كان في حي اسمه حي رشيد. حي رشيد كان حي تبع صيادة سمك. دغري كان حي اسمه حي المنشية. يعني احنا بنحكي عن حوالي 27 ألف بني آدم كانوا عايشين بس في هاي المنطقة. في المنطقة هاي الزاوية هاي احنا بنشوف كمان بداية يافا الجديدة اللي هي اللي بدأت تنبنى بعد سنوات العشرينات. فاحنا بنشوفها انه هي عبارة عن وسط غلاف ناس من السكان، وعملياً هي دائما كانت الحجر اللي كانت الاساس المركز بين يافا العجمه البلد القديمه حي رشيد حي المنشيه وحي النزهه. فعمليا هي بالضبط بالنص، عشان هيك هي مركز. واليوم يعني اذا تحدثنا عنها اليوم هي ما زالت مركز تجاري صحيح؟ صحيح، ما زالت مركز تجاري، بس للاسف الشديد عم بتجرد منها الاسم العربي. بس من جهه ثانيه احنا عرب لساتنا موجودين هنا، احنا فلسطينيين لساتنا موجودين هنا، بالرغم انه مكتوب هنا على الدوار ويلكم تو تل افيف، بس هذا بدل انه الاحتلال حتى رياضيات ما بيعرفش، لانه عمر يافا اكثر من 3000 سنه، وعمر تل افيف 100 110 سنين على الاكثر. فاذا هم مش عارفين انه 3000 اكبر من 110 سنين فهي هي مشكلتهم. بس احنا صامدين هنا، ورغم كل شيء بكفي انه بس الكاميرا تلف وتجول هنا بتشوفوا انه حتى الحجار تحكي عربي. شكرا لك سيد يوسف عصفور مؤرخ وابن مدينة يافا. اذا مشاهدينا يعني من برج الساعة من 1905 لبناء السلطان عبد الحميد يعني، ويافا العربية اللي ما زالت بتنطق في العربية، كل حجر فيها بنطق في العربية، رغم ما بنشاهده هنا من سيطرة يهودية وإسرائيلية على المنطقة. على امل انكم تكونوا استمتعتوا معنا في هاي المشاهد من يافا الجميلة، عروس البحر اللي ما إلها بديل. من قلبي سلام ليافا، وشكرا لك يا سلام على هالإطلالة الصباحية اللي غيرت هيك المود كلياته وأجواء التراث والإرث وفلسطين التاريخية. ومكملين معكم ونورة إلى محطة موسيقية أخيرة. نعم، لحظة موسيقية أخيرة نتحدث فيها عن مهرجان الكمانجات الرابع للموسيقى الروحانية والتقليد اللي بيحمل عنوان رحلة روح. نتحدث بتفاصيل أكثر عن البرنامج أيضا المستقبل من ضمن هذا المهرجان. سعدنا الترحيب بهذا الصباح بمدير جمعية الكمانجات إياد السيتي، أهلا وسهلا فيك.
فيك يسعد صباحك ويعطيكم العافية أكيد، كل عام بخير على تنظيم هذا المهرجان. احنا حابين كمان ندخل المشاهدين في أجواء هذا المهرجان. الافتتاح كان يوم الجمعة من ضمن فعاليات اعتماد القدس عاصمة للثقافة الإسلامية العام 2019. نظم اللقاء الموسيقي الأول، خلينا نقول الجمعة الفرق الموسيقية اللي مشاركة في هذا المهرجان، خلينا نشوف الأجواء. هذه الموسيقى الروحانية والموسيقى الفلسطينية البحتة اللي قدموها، لأن أكيد بدنا نرجع لإياد ستيتي والحديث عن هذا المهرجان. التوقيت كان ممتاز جدا بإعلان القدس العاصمة، عاصمة الثقافة الدينية والإسلامية عفوا، بالحديث أيضا عن العنوان اللي اشتغلتوا عليه اللي هو رحلة روح. نعم، هو زي ما تفضلت هذا المهرجان السنة الرابعة على التوالي للكمانجاتي، لكن هذا العام مميز. بداية هذا المهرجان بدعم رئيسي وتحت رعاية وزارة الثقافة، وكان يعني احتفاء في مدينة القدس كعاصمة للثقافة الإسلامية، فتم يعني إضافة نوعية على المهرجان، وإحنا يعني إن شاء الله إن كنا كد الثقة اللي أولتنا إلها يعني الدولة، دولة فلسطين، إنه إحنا ننفذ هاي الفعالية الكبيرة اللي تحت رعاية السيد الرئيس للاحتفاء في مدينة القدس كعاصمة للثقافة الإسلامية، وهذا شرف كبير لنا، وهذا بأكد على إنه إحنا يعني نتطور عمالنا في مهرجاننا عام بعد عام، وهي إضافة حقيقة مهمة جدا على تاريخ جمعية الكمانجاتي. وكل مستمع يعني أكيد من أول ما بلش مع الكمانجاتي في كل عام إحنا دائما بنتابعكم، وأيضا هاي شهادة ممكن تكون مش مجاملة، هاي شهادة مجروحة فيكم أكيد بالموسيقى اللي بتقدموها وبالشباب أيضا اللي بتطوروهم بالجانب الفني. نعم، عدد فرق مشاركة، وأنا عم بطلع على العروض كمان والكابشنز الخاص بكل فرقة هي كانت مشاركة. نتحدث عن الفرق اللي أتت كمان من خارج فلسطين إلى هنا، والفرق الفلسطينية المغنية أيضا اللي كانوا برفقتكم وما زالوا من خلال الفعاليات، هي ما زالت مستمرة من هذا المهرجان. نعم، هي فكرة الفرق هو كان العرض الأول في افتتاح القدس عاصمة الثقافة الإسلامية، كانت الفكرة أنه ننتج عرض أصلي باسم القدس حكاية السماء، والقدس أيضا مدينة الأنبياء، فبما أنه نحكي عن الثقافة الإسلامية يعني أتينا بموسيقيين من أقصى الشرق، من منغوليا والصين وأرمينيا وتركيا، حتى وصلنا إسبانيا بالفرق حتى نستعرض الثقافة الإسلامية، الثقافة العريقة العظيمة اللي كانت القدس دائما محور هذه الثقافة. وكان العرض بهذا السياق، بدأنا في غالية بن علي مثلا، الفنانة التونسية غالية بن علي معها العازف المنغولي، وكان في حكاية لرحلة ابن بطوطة خلال العرض. ما انك ذكرت اسمها احنا محضرينها كمان مقطع. نعم، حابين نشاركه ايضا مع المشاهدين. Oh,
هذه كانت أجواء العرض المحطة الأخيرة من أول من الأمس اللي كان في قصر رام الله الثقافي، والفنانة غالية بن علي اللي كانت كان تفاعل كثير كبير مع المشاهدين. كنا نريد نسأل إياد كمان قديش شفت التفاعل أيضا مع الفرق العربية والدولية اللي كانت كمان تقدم روح جميلة بهالموسيقى، وتفاعل الجمهور اللي كمان دائما كل سنة بتفاجأ بشغل جديد من الكمانجات. نعم، هو الفرق المشاركة قدمت عروض تقليدية أيضا، يعني كان في فرقة من الهند مثلا الجمهور كان ولع معاها، حاس حاله فيلم هندي. نعم، فيلم هندي، هم من راجستان كمان، صحراء راجستان، وهم كمان بيعكسوا الثقافة الإسلامية في الهند. فكان التفاعل كثير جميل حقيقة، لأنه كمان أول مرة بشوفوا فرقة من إيران أيضا أحضرنا، يعني فرقة إيرانية نظرة فارسية، هم عايشين في كندا، وكمان في منغولي بيغني صوتين بنفس الوقت، يعني شافوا ثقافات جديدة. عدا عن ذلك الفرقة التركية لما درويش اسطنبول، لما كانوا الملوية يعني يرقصوا مع الموسيقى الروحانية أو الصوفية، حقيقة في تفاعل. وأنا اللي لاحظته من خلال عملي وبجوز شهادتي مجروحة، أنا كل الرسائل اللي وصلتنا وكل الأراء اللي كانت يعني مباشرة إلي، كان في اندهاش عند الناس انه كيف الكمانجات عرف يجمع هذا العدد والكم من الموسيقيين. وفعلا يعني هو كان صعب، يعني احنا لنا عام كامل نشتغل على الموضوع مع وزارة الثقافة، عام كامل يعني بالتفاصيل، وموضوع دعوة الفرق واختيار الفرق، وموضوع إشكاليات التصاريح للدخول لفلسطين. خلينا نحكي كمان بهالجزئية، قديش المحاولات كمان انه ما تتم حتى هاي الاحتفالات هنا بفلسطين. الفنان التونسي لطفي بشناق كان المفروض انه يكون حاضر هون كمان، هو فرقة الموسيقية، ولكن للأسف ما صح المجال يعني تصريح انه يدخل. هذا موضوع جدا معقد، احنا في فلسطين احيانا الواحد بيكون رايح على الخليل بيرجع، بيكون عنده موعد مهم جدا، بيكون رايح انسان على مستشفى بيرجع. احنا بنعيش في ظروف احتلال، بنتوقع دائما كل شيء، يعني عشان هيك العمل الثقافي في فلسطين هو عمليا عمل نضالي كبير، لأنه مش بسهولة إحنا بنستطيع ننفذ فعالياتنا. إحنا ممكن نعمل مهرجان ونعمل خطط كاملة، وبالأخير مثلا يصير فيه اجتياح لمدينة رام الله ويلتغى كل شيء، ولكن هون التحدي، هون التحدي في عملنا الثقافي، وبالمناسبة على كل الأصعدة، والاقتصادي والسياسي أكيد. احنا والاجتماعي أيضا. نستنى النسخة الخامسة، لأنه بعد ما شفنا الرابعة دائما كل نسخة احنا دائما نستنى الشيء الأكبر والأفضل دائما. الخامسة أتوقع يعني إنها راح تكون بيت لحم عاصمة الثقافة العربية، يعني العام القادم أتوقع ذلك. إحنا كل التوفيق يعني أكيد لكم، كنا حابين لو يكون معنا وقت أطول لنتحدث حتى كمان عن العرض اليوم المفروض أن يقام في بني زيد، الفعاليات، ندعو المشاهدين كمان ونطلعهم. عموما هي موجودة كمان على بيج على صفحة الكمانجاتي العروض كلياتها اللي بتحبوا أكيد تحضروها وتشاركوا كمان هاي الفرقة الدولية اللي أجت من فلسطين، من كل العالم لفلسطين لتشارك كمان بهذا المهرجان الرابع اللي بيحمل عنوان رحلة روح. كل الشكر لك يا دستيتي. شكرا لك. وبالختام بحبينا هيك ننوه وحطينا هذا الحدث للآخر، وهو العرس الديمقراطي اللي شهدته جامعة بيرزيت بالأمس، وانتخابات مجلس اتحاد الطلبة اللي عاشوا فيها الطلاب يوم مميز جدا على صعيد الاقتراح والاقتراع وأيضا الانتخابات. وكتلة الشهيد ياسر عرفات تحصل على أعلى الأصوات في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت بفارق قليل، ممكن نحكي هو تعادل بنسبة المقاعد ولكن بفارق الأصوات. العديد من المواطنين تشاركوا معنا، وأيضا وهناك العديد من الهاشتاج اللي حضرتنا ياهم زمنتنا كلارا العوض بتعليقات المواطنين وتفاعلهم أيضا مع هذا الفوز للشبيبة وكتلة الشهيد ياسر عرفات. خلونا نشوفها مع بعض ونستعرضها. نستعرض بداية من ضمن التعليقات وسام ياسين، خوف الله غزة فرحانة أكثر من بيرزيت، هذا في إشارة للانتخابات الجامعية أكيد في غزة. أكرم سوراني مبروك بيرزيت وعقبال بير غزة، هذا بالإشارة أيضا مرة أخرى للانتخابات في غزة. أكيد هو التعليقات أكثرها كانت هي من جو وطني ومحبة. كمان حاتم كسلو بيقول الشبيبة إن قالت فعلت، وهذا كمان ردة فعل. كمان القلب الأخضر امبارح كان عامل ترند وعامل شو كثير كويس على صفحات التواصل الاجتماعي، وأيضا في تعليقات. نعم لقد حق الحق، شبيبتنا شبيبة الياسر قالت كلمتها، جامعة بيرزيت غلابة يا فتح.
ومن مصطفى البدان، اليوم كتلة الفتح في الجامعة الشامخة والصوت ماض وقلب الخصم يضطرب، يا كتلة رفعت للقدس رايتها، أنت الضياء وأنت النور واللهب. من واصل كمان نقرأ من محمد المدني، الفتح إن جرحت لا تموت ولا نقبل فيها معزينة. يعني كانت هذه أبرز التفاعلات، يعني كان في كثير من التفاعلات أيضا والعبارات التي شاركوها الكل. من بارك لشبيبة الياسر وشبيبة جامعة بيرزيت وأيضا كل الجامعات الفلسطينية، ونتمنى هالعرس الانتخابي يستمر دائما بكل الحب وبكل الإنجاز وبكل المحبة. ختام يومنا كان ختام مسك. نعم أكيد بحديثنا ومشاهدينا بنكون وصلنا لختام هذا المشوار الصباحي المنوع يلي حضرناه لكم من فلسطين هذا الصباح. موعدنا بتجدد معكم صباح يوم السبت ومشوار صباحي آخر في تمام الثامن، نكون على الموعد. يسعد صباحكم. أكيد بختام الخميس. جمعة مباركة وإلى اللقاء.